عزي عزي إلى عندكم الغرض سمعوا النقاش مرحبا بكم. إلى بقيتوا بهذه الطريقة راه غادي نضطروا نوقفوا الجلسة وغنغلقوها وغنقطعوا حنا ما هضرناش وانتم راه ما كتعرفوش معايا. غتكون معايا الله يرحم والدينا السلطة الحكومة غتشوفوا مع هاد الدراويش راه ما حنا ما يفتشنا رئاسة المالك عاوزني نسمعوا المواطن. انا ما نفهمش ما كنقولش بان كان منتخب شرفاء ولكن غتشوفوا هذه الحكومه. انا مشيت شخصيا كيستخدم الناس بخير جايب لاباليز ديبلوماتيك علاش؟ حيت المواطن ضعيف يمكن نقول لي الحسن ديالو ما تيبقى على اساس ما كيتفهمش على اساس كاين واحد هذا مكان الباشا والسيد القايد والسيد الوالي كنا فيهم الخير واستقبلونا وتفاهموا معنا وحاولوا يعاونونا وهذو ما عاونونا اللي كنصوتوا عليهم.